ستين كانجوني تدخل، لو تدخل جول من الاهداف الجميله تصير من الكرات الثابته. اثنين لا شيء، محاوله وتقدم وانفراد وجول وجول وجول. شبيب شبيب الخالدي يتألق ويسجل هدف ثاني لهذا اللاعب وثالث في المباراة بالدقيقة 50، بالدقيقة 50 يسجل ثاني الأهداف الشخصية وثالث أهداف المباراة من كرة مررت ووجد نفسه أمام المرمى. الحقيقة بيلعب مباراة كبيرة نادي كاظمة، وقلب الحب لمن يحب. شوف الخطأ من هنا يبدو لي من حارس المرمى في عملية التنفيذ، اللعبة بالخطأ من حارس المرمى، ودائما يقول حارس المرمى هو المدافع الأول. وشوف الانفراد وشوف المتابعة ولاحظ وين حطها بثقة عالية ومتناهية. الحقيقة شوف هذه التمريرة اللي خلاص وضعته في المرمى. فريق نادي الكاظمة وهداف كأس الأمير شبيب الخالدي ينفرد في صدارة الهدافين بأربعة أهداف، أربعة أهداف، يصبح هداف كاس سمو.